مساء الخير يا فندم، اتعرف على حضرتك. انا عايش في لندن. ايوه اتعرف على حضرتك، انا دينا. بسبب وجود حضرتك النهارده في عند مبنى مزبيرو ايه؟ انا جايه من انجلترا مخصوص علشان اقول ايه اللي حاصل ده. ما ينفعش، عيب كده، ما ينفعش تبقى، ما ينفعش تبقى اللي يعني بلد كلها ماشيه بالبلطجه وكله خايف منهم والنائب العام خايف منهم كده، ما ينفعش. الرئيس ده رمزي، الرئيس ده حارب علشاني، الرئيس ده عايشني طول عمري كويس جدا، ما ينفعش يحصل كده، وكرامته من كرامتي انا، فكده دي اهانه لكرامتي انا، ودي مش اتهامات، دي تلفيات وكلها بضغط البلطجيه. ما ينفعش تبقى بلد زينا ماشيه بضغط بلطجيه، ده حرام وده غلط، وانا نازله مخصوص عشان اقول ده غلط. وكرموا الريس بعد كل اللي عمله، ولا سابنا ولا هرب ولا عمل اي حاجه. طب حضرتك سمعت الاخبار، الاخبار في انجلترا عن الرئيس حسني مبارك، لذلك نزلتي مزبير عشان تدافعي عنه؟ اه، لانه يعني ايه يبقى حبس احتياط؟ يعني ايه رئيس بلدي يبقى في حبس احتياط؟ ايه ده؟ ده انا حسيت يعني ذل ما بعده ذل. انا كنت طول عمري بمشي في اي حته بره بقول انا مصريه بكل فخر، دلوقتي بقيت بتكسف فعلا. بالذات علينا بيقولوا علينا ابطال. ممكن اعرف حضرتك في انجلترا رايهم ايه في اللي بيحصل في مصر حاليا وموقف السيد الرئيس محمد حسني مبارك؟ بصي، اول الثوره خالص كله قاعد قال والشعب عمل ثوره والشعب جاي، دلوقتي بقى الجرايد كلها كاتبه ان الثوره دي بيتنظم لها من واشنطن من 2007. دي جرايد انجليزي كلها كانت كاتبه كده، وكلها كاتبه ان احنا شعب ما عرفناش قيمه الحريه، ما عرفناش نستخدمها صح، استغلها غلط. شعب عنده غل، شعب ولا فاهم ولا حريه ولا اي حاجه. قبل كده كان في حريه، دلوقتي انا ما اقدرش اقول رايي ولا حد قادر، لانه على طول ياخد على السجن. دي مش حريه دي، والناس كلها شايفه كده. حضرتك بره في انجلترا بيتكلموا ازاي عن بالنسبه للنائب العام وارائه حاليا وطريقه التعامل مع اي حد؟ كله دلوقتي كاتب انه ايه الطريقه دي اللي هي حاصله دي ما فيهاش عدل خالص، لان هي كلها قايمه على ضغط شعبي، فكل اللي حصل ما هوش عدل، وان كل ايه اللي حاصل ده هيطفش اي استثمار اجنبي عندنا. انا قبل ما اجي بيومين كان في مقاله قد كده ان اللي احنا عاملينه ده هيطفش اي استثمار اجنبي، يعني معناه ان احنا هنبقى شحاتين. ما يقولولناش بقى وقت الرئيس ما كناش لاقيين ناكل، لا، وقت الرئيس اقتصادنا كان طالع، دلوقتي شحاتين وهنفضل شحاتين. دلوقتي حضرتك تقدري توجهي كلمه اخيره للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، تقول له ايه؟ اقول له انا بحبك جدا وربنا يخليك احسن حد في الدنيا، وانا مديونه لك بحياتي كلها.